إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا منصرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أما بعد، كم أنتم في هذا المسجد حظيظون به حينما يوجد فيه من الإخوان من يقوم بدعوة الله سبحانه وتعالى. فكثيرا من المساجد تقام، ولكن الدعاة قليلون، وربما لا يكون هناك داعية مسمى في أحد المساجد. ولكن الله سبحانه وتعالى من الله عليكم بهذا المركز الإسلامي الذي هو قاعدته هذا المسجد، وأنتم مسؤولون أمام الله عن هذه النعمة الكبيرة. لماذا؟ لأن الخليقة والناس على صنفين، إما مهتدي إلى الله سبحانه وتعالى وإما ضال، إما كافر وإما مسلم، لا ثالث لهم. لكن لو نظرنا إلى هذه الكلمتين العظيمتين، كافر ومسلم، الكافر يدخل فيه جميع الملل والنحل وكثيرا من الأوصاف تطلق على هذا أنه كافر لأنه اتبع الكفر، وله مسمات كثيرة، منهم من يكون يهوديا ومنهم من يكون نصرانيا، وعد من هذه الأسماء كثيرة. وإما أن يكون مسلم، هل المسلم واحد؟ لا، الإسلام جامع ولكنهم يفترقون. لماذا؟ لأن الله فرق بينهم، اليهودية متفرقة، النصرانية متفرقة، أما الإسلام فهو على كم؟ نعم، 73 فرقة. سبحان الله، أنا مسلم ولفرقة لوحدي؟ أنا مسلم وهذه الفرقة هل يمكنها أن تدخل الجنة أم لا؟ سبحان الله، افترقت هذه الأمة، هذه الأمة. ولكن ما هو المسار الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الجنة؟ صحيح دخل مع المسلم، المنافق، الأحزاب وغير ذلك. المنافقين إذا قلنا له أنت مسلم يقول أنا مسلم، أنا أصلي في المسجد. طيب لماذا تصلي في المسجد؟ لشيء يريده هو، لشيء يريده هو، لا يريد الله سبحانه وتعالى، ولا يريد التقرب من الله سبحانه وتعالى، لكن له هدف في هذه الحياة الدنيا يريد أن يصله عن طريق الصلاة. له هدف في هذه الحياة الدنيا ليوصله إلى حزبه وإلى غير ذلك. لكن المسلم الحقيقي هو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة عظيمة، سورة بسيطة نقرأها دائما، وهي سورة العصر. هذا منهج المسلم، منهج المسلم حين يتلقى الإسلام الذي يريد أن يوصله إلى الجنة، لا يريد أن يوصله إلى الإسلام، يريد أن يوصله إلى الجنة. لكن أنا يمكن أكون مسلم لكن عندي معاصي، عندي معاصي كبيرة، عندي معاصي صغيرة، عندي شذوذ في بعض الأحيان عن بعض الأداء، فذلك لا. المسلم هو الذي يتبع لأربعة الأصول في سورة العصر.
أول واحد من هذه العناصر هو الإيمان. إذا كنت غير مؤمن أنت مسلم، إذا كان إيمانك ضعيف درجتك ضعيفة، لكن هذا الإيمان يحتاج إلى مقومات، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى دعوة. حينما أقول أنا أسلمت، أنا مسلم، أنا عزيز بإسلامي صحيح، لكن هل إسلامي لي فقط؟ أنا أسلم وخلاص الحمد لله، أصلي وأصوم وأحج وأزكي وأشهد أن لا إله إلا الله، هل هذا يكفي؟ لا، أنت مسلم ومطالب، أنت مسلم ومطالب. مطالب بماذا؟ مطالب بنشر هذا الدين، بنشر هذا الإسلام الصحيح. هذا الاعتقاد اللي عندك صحيح لابد أن تنشره على الناس، وأول ما تنشره الأقرب إليك، زوجك، ولدك، أقاربك، أصدقائك، مجتمعك، مصلاك، لازم أن تنشر هذا الإسلام، لأنك محمل حينما تعلم أن تعمل وتنشر، تعلم وتعمل وتنشر. أعلم هذا الدين؟ أعلم أن الصلاة واجبة؟ أعلم أن الصلاة كذا وكذا؟ لا، بس ما يكفي نعمل هذا، أعملها وبعد ذلك أبين للناس هذه، أعلمهم كيفية الصلاة، أعلمهم كيفية الوضوء، أعلمهم عن الزكاة، أعلمهم عن الحج وعن الصوم. فإذا كنت لا تدعو إلى هذا فأنت ضعيف، ضعيف جدا في هذا الدين. والمسلم عزيز بدينه، إذا رأيت أن تكون مسلما حقا ذا سيادة في هذا المجتمع لا بد أن تنشر هذا الدين، لا تكون بخيلا على إخوانك، لا تكون بخيلا على إخوانك، لأنك إذا بخلت على إخوانك سوف تبخل على نفسك. الشيطان سوف يعمل على تضعيفك، تضعيف الإيمان لديك. لكن إذا كنت حركا دائما متواصلا مع الله سبحانه وتعالى، دائما تدعو إلى الله، دائما هدفك الوحيد هو وصولك إلى الجنة أنت ومن تعرف، إذا كان هدفك الوحيد هو الوصول إلى الجنة فتقرب إلى الله، تقرب إلى الله حتى تصل إلى الجنة أنت وأخوانك، لأن هناك شفعاء يوم القيامة، في شفعاء، فيه من يشفع لك بدخول الجنة، فيه من يشفع لك بدخول الجنة. هناك الرسول صلى الله عليه وسلم واقف هناك وسوف يشفع لك. لماذا؟ لأنك اتبعت هذا الدين الصحيح. لكن إذا لم تتبع هذا الدين الصحيح من يشفع لك؟ أيشفع لك الشيطان؟ من يشفع لك؟ أيشفعك عملك الفاسد؟ من يشفع لك؟ ليس هناك شفيع، فمصيرك إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. أما إذا كنت مسلما حقا وداعية إلى الله سبحانه حقا على حسب ما تستطيع، أنا ربما لا أعرف أن أتكلم ولا أعرف أن أدعو الناس، هل أقول خلاص أنا لا أعرف أن أتكلم ولا أعرف أن أدعو الناس أبقى ساكت؟ لا، العمل الذي تعمله أنت أمام الناس فهو دعوة. إذا رآك تصلي صلاة خاشعة، صلاة مطمئنة، ورأوك الجمع سوف يقتدون بك بدون أن تقول لهم شيء، فسبحان الله، يسر الله لك هذا الدين، يسر الله لك هذا العمل، يسرك إلى هذا المفتاح إلى الجنة. فقط أعمل، ومن اتبعني يكون تبعي، ومن اتبعني يكون تبعي، أكسب منه أجر. أنا أصلي خاشع لله، فإذا تبعني واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة
هذا الأجر يأتي إلي إذا صلى بعد كم؟ ربما أنا أموت فيصلي بعد، ويكون هذا الشخص الذي قد اتخذ هذه الصفة مني نقلها إلى غيري، فتنتقل من واحد إلى شخص إلى شخص، ربما إلى يوم القيامة. سبحان الله، بعمل بسيط بدون أن أتكلم، بدون أقول كلمة واحدة، عملي ما زال معي إلى يوم القيامة، ما انقطع، ما انقطع هذا العمل، سوف يصلني إلى يوم القيامة هذا العمل على حسب ما دعوت إلى الله سبحانه وتعالى. بس بشرط، ربما أنا أكون أصلي صلاة جيدة وصلاة ممتازة أمام الناس ولكني ليست لله، ليست لله، إنما أريد أن يقال لي إني أصلي هذه الصلاة الخاشعة، أريد القول، أريد أن أظهر أمام الناس أني ما شاء الله صلاتي من أحسن الصلوات. فهذا العمل إذا كنت لا تصرفه لله سوف يذهب عنك، سوف يذهب إلى عنك، مثل المنافق يعمل ولكن لا يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، يعمل لكن لا يريد أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى، إذا نيته غير خالصة. لكن إذا أنا خلصت النية لله سبحانه وتعالى جميع أعمالي في الدنيا سوف أجده في الآخرة أمامك. وكذلك المنافق سوف أعماله التي في الدنيا سوف يجدها، لكن أنت تبقى لك، وهذا تقول كان الهباء، أعمالك كثيرة لكن ليست لك، لفلان وفلان 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 وفلان، لأنه لا يعمل لله سبحانه وتعالى. فيا أخي المسلم، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، واتق الله في ولدك وزوجك، واتق الله في إخوانك أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نرى كثيرا من الناس حينما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول، لا يصلي على النبي، لا يصلي على النبي، يبقى ساكت مكانه. يا أخي أنت كلمات بسيطة لا تعجزك ولا تثقلك ولا تحملك ولا شيء. يا أخي إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، فاستغفروه 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 إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله وشكرا، لأن إذا اقترن الحمد بالشكر وصلت إلى درجة رفيعة. حينما يمن الله عليك بشيء فتحمد الله عليه، تقول الحمد لله والشكر لله. هذا المقام وهذه الكلمتين ترفع الإنسان رفعة عالية في هذه الدنيا، تحمد الله على كل شيء، على كل شيء يصل إليك في هذه الدنيا. الحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء، وأشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علي. يا سبحان الله، أحمده في الضراء، أحمده في الضراء أو أحمده في السراء. سبحان الله، إذا كنت متيقنا أنك مع الله فإن الله وإن يكون معك في شدك، في ضيق، في فرح، في سرور، في كل شيء يكون الله معك. إذا كنت مع الله يكون الله معك في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت مع الله يكون الله معك في أي مكان.
لماذا؟ لأن الأرض هذه خلقت ليست الملك لأحد، ما هي مملوكة لأحد، هذه لله سبحانه وتعالى، ومن ملكها زمنا زالت عنه، ما في أحد من خلقت الأرض إلى الآن باقي، دول أمم ما حد يملكها. تقول والله أنا ملكت هذه الأرض، صحيح ملكتها وقت معدد كأنك مستاجرها، ما ملكتها، لكن سوف بعد مدة بعد مدة بعد مدة يمكن تروح عنك، حتى ولو كان وقف، ربما هذا الوقف يأتي على زمان ومن زمان ما تحصل شيء، وربما تأتي فتنة فتغير المجال. وأنتم تنظرون على الواقع العالم الإسلامي، كم ملكم من ديار، كم ملكم من بيوت، كم ملكم مزارع، كم ملكوا من الفلل العالية والأبراج العالية، في لحظة من اللحظات انتهت. الآن في سوريا ماذا صار؟ أملاكهم كلها انتهت، تهجروا، خرجوا من بيوتهم وديارهم وانتقلوا إلى بلد ثاني. أين الملك الذي قد ملكت؟ لا شيء. ولذلك الإنسان لا يعلق نفسه بالدنيا، الدنيا زائلة، لا تعلق نفسك بالدنيا أبدا، علق نفسك دائما بالآخرة الباقية، هنا زائلة وهناك باقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، وينصر من عباده الموحدين. فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأرض أن يجعل العالم كله مسلما، ولكن لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، لعلمه وبيانه أن هناك طريقين، طريق إلى السعادة وطريق إلى الجنة وطريق إلى النار، هناك طريقين ما لا ثالث لهما، فاختر الطريق الذي يوصلك إلى الجنة. اللهم أوصلنا إلى جنتك، اللهم أوصلنا إلى جنتك، اللهم أوصلنا إلى جنتك، وأنت راض عنا، وأنت راض عنا، وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله ما تسمعون.